أجزائي هذه شاحنات بطارية دليل الشحن، لا أحتاج إليها، لذلك قمت بتفكيكها وفصل الخارطة الكهربائية منها، وهي تحوي على ميزة اكتفاء الشحن. أعزائي، هذا الكارت الأول وهذا الكارت الثاني، هذه قاعدة لتثبيت البطارية وهذه أخرى، وكل واحدة منفصلة عن الأخرى، وهذه ثلاث بطاريات على التوالي متروكة لفترة طويلة جدا، والآن أريد أن أشحنها وأتعرف على مدى صلاحيتها وقابليتها للشحن. تقرأ فرق جهد مقداره 7.5 فولت. أعزائي، الآن أبدأ بالشحن وأفحص الفولتية، هناك صعود. وأعزائي، من ميزات الكارت الثاني إنه ممتاز، ولكن أمبيرية شحنه منخفض، وهذه البطارية الثانية وفيها هبوط كبير بالفولتية أيضا، بحيث أن فرق الجهد 6.25 فولت. هناك صعود بالفولتية أيضا أعزائي، وهنا أيضا ما زال الصعود، والشحن مستمر في كلا البطاريتين. الكارت الأول ذو أمبيرية أعلى من الكارت الثاني وهو ممتاز، وفولتية كلا الكارتان 13 فولت. أنا عادة أشحن الثلاث بطاريات ليثيوم على التوالي بفولتية 12.6 فولت، ولكن لا أعلم لماذا الشركة المصنعة رفعت من قيمة فولتية الشحن لكارتات شحن البطاريات التي تصنعها. أعزائي، سوف أبدأ بالفحص 12.6 12.48. بعد فصلها عن الشحن نقرأ الفولتية ونكتبها 12.19 12.11. هذا أول يوم شحن، حتى إذا وجدت أن هناك هبوط بالفولتية لا مشكلة. أعزائي، بعد تلكها 12 ساعة كانت القراءة 12.19 والآن 12.4%، وهذه كانت تقرأ 12.11 والآن 12.5%، وأتركها على الشحن. أعزائي، انظر عزيزي إلى هذا المصباح الأخضر، يعني إن كارت اكتفاء الشحن قد عمل عند اكتفاء الشحن، وما زالت البطارية الأخرى تشحن. أعزائي، هذه البطارية قد نسيت أن أكتب معلوماتها ولم أشحنها منذ 27 ساعة. أعزائي، البطارية الأولى تقرأ 12.68 والبطارية الثانية تقرأ 12.87. أعزائي، ربما تم الانتباه إلى أن القراءة كانت عالية بسبب أن فولتية هذا الشاحن 13 فولت، فلهذا كانت قراءة فرق الجهد لهاتين البطاريتين عالية. أعزائي، في الدرس القادم سوف نتكلم عن فحص الفولتية أثناء التفريغ، وهو الفحص العلمي والممتاز لمعرفة مدى صلاحية بطارية الليثيوم إذا أردنا أن نجعلها ضمن منظومة متكاملة لتشغيل منزل. وإلى هنا نأتي إلى نهاية هذا الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله.